السلام عليكم. البارح جات اول رحله للعربيه للطيران من طنجه لمدريد، واليوم جات اول رحله للرويال اير ماروك سلطه الملكيه المغربيه من الدار البيضاء لمدريد. الحاجات اللي شفت ما بين الشروط اللي كيطلبوها والشروط اللي كتطبق في الواقع، جوج الحاجات في رويال اير ماروك شفتهم كيطبقوا باش الانسان يرد لهم البال ملي يكون مسافر. ملي كدوز في باب الاركاب باش تدخل للطياره كيطلبوا منك لا كارت ناسيونال. اذا كان عندك باسبور خضر غير ورقه الاركاب ترخيص ديال المباركي وكتطلع من الطياره. اذا كان عندك الباسبور الحمر كيطلبوا منك حتى لا كارت. يعني ملي كتكون دايز في الباب ديال باش تدخل الطياره باقي في اسبانيا كتعطيهم ديك الكارطه باش كيدوزوها لك في الباب باش تدخل، ديك ترخيص ديال المباركي، وكتعطيهم باسبور حمر كيشوفوا الاسم واش داكشي هو هذاك، وكيقول لك عندك لا كارت ناسيونال كاينه الديني ماروكي وتما فين خصك تجبدو، لان دابا كيتاكدوا هنايا قبل ما توصل للمغرب عادك ما هنايا خصك يكون عندك لا كارت ناسيونال توريها لهم هنايا. حق ما توريها لهمش حتى يطلبوها لك، الا ما طلبوها لكشي ما توريها لهمش، ولكن انا شفتهم كيطلبوها الناس وحتى كيوريوها لهم عاد كيخليهم يدخلوا للطياره في الباب ديال الاركاب. الحاجه الثانيه ما بقاتش ما عندهمش الماليطه ديال اليد، ما بقاتش شي حاجه سميتها الماليطه ديال اليد، واخا بعض الشركات الطيران كتخلي الماليط واحد يطلع بالماليطه ديال اليد، ولكن الخطوط الملكيه المغربيه كتطبق حرفيا، لان الخطوط الملكيه المغربيه كتطبق حرفيا التوصيات ديال الياطا وديال المنظمه الصحه العالميه اللي كتقول في الطيارات ما يمشيوش الماليطات ديال اليد باش حتى لو كان مثلا ديك الفيروس ما يدوش من ماليطان اخرى ولا بنادم كيحادي الماليطات بيدو. شنو كيخليوك تطلع؟ بالنسبه للراجل كيطلع بالمحفظه ديالو ولا ديك الموتشيله صغيره ديالو يكون فيها الباسبور فلوس ولا كارت وقرعه الماء ولا شي حاجه، والنساء عاوتاني كيطلعوا بالسيكان ديالهم. اما مثلا طلع بساكو مويليطا ولا ما كايناش وغير صغيره، الا كانت عندك ماليطه ديال اليد يحيدوها لك قبل ما توصل لابور دو مباركوم، قبل ما توصل لباب الاركاب كيحيدوا لك الماليطه هذه، لان هذه التوصيات ديال الياطا هذه زعما ماشي فهمتي. الوغ بالنسبه للنساء يجيبوا الساك ديال يدهم، المهم يجيبوا يحاولوا يجيبوا الساك كبير شي شويه، لان كيخليوك تدوز بالساك ديالك ولكن يكون كبير شي شويه باش تعلق فيه الحاجات ديالك، والراجل يحاول يجيب معاه محفظه يعني موتشيله، والعيال الصغار حتى هما يجيبوا عاوتاني شي محفظه. وبالنسبه للعربيه للطيران البارح الناس اللي جاوا معاها في الصباح قالوا لي في المطار في الترمينال واحد بان هذيك الاوراق ديال التعمير، وانا عملت عليهم ثلاثه ديال الفيديو وكنانسيستي عليكم وكنقول لكم هذا في الاخر. الناس اللي ما عمروها شي يا اما عمروها معاهم ويا اما سولوهم غير نمره التليفون وفين غادي تكون جالس، يعني ديك البلعه ديال الحيحه وخصك تعمر هاد الورقه قبل ما تدخلوا. هذا في الاخر الناس اللي ما كيجيبوهاش كيسولوهم غير على السكنه فين ساكنين والنمره ديال التليفون. ولكن بالنسبه لبلجيكا راهي كتانسيستي بزاف، وبريطانيا كتعمل حتى الغرامه الا ما عمرتش ديك الورقه قبل ما تدخل. المهم والعربيه للطيران عندها الاجراءات واضحه شي شويه، انا نعمل لكم دابا هنايا ونشوفوها مع بعضنا. يلا السلام عليكم، ولي عجبكم هذا الشيء هذا بحال دائما لايكات وبارطاجيو مع الناس باش يعرفوا شنو خصهم يعملوا. لاكارت ناسيونال كتوريها هنايا وكدي معاك غير السويق ديالك عقار على هادو. يلا انا نعمل لكم الفيديو ديال العربيه. المهم هي الارشادات ديال العربيه للطيران، سلامتك اولا، الارشادات الوقائيه للسفر بامان. كيقول لك تاكد منك بصحه جيده، تسجل في الانترنت بالنسبه للاركاب، 3 ساعات تكون في المطار، ملي تكون في المطار تتابع ديك الارشادات اللي عاملين في المطار، الكمامه ارتديها بشكل صحيح، وفي المطار كتجبر ديك التعقيم ديك المواد ديال التعقيم يعني دابا الساعه حاولت عملها، والكمامه كيقول لك يعني على حساب اللي كيقولوا الاطباء والمختصين غير بعد الساعه تبدلها. كاين هنايا واحد النص ملي تطلع من الطياره 2 مترو. المهم كاين هنا واحد النص ما بغيتش نقراه معاكم حيت الصراحه ساهل وباللغه العربيه وماشي غير عاد نطول عليكم الفيديو. ارشادات اضافيه، هو عندك ارشادات اضافيه ولقاه ما جابوش شي حاجه يعني ما زايده غير اللي كاين، هو النقطه اللي مهمه نركز عليها انا هي احمل الامتعه للاستخدام الاساسي فقط وتجنب الامتعه غير الضروريه. حاول دي معك المحفظه صغيره والساك ديال، بالنسبه للنساء الساك ديال ديك ديال يدك. هذا هو النقطه اللي شفت انا هنايا مهمه واساسيه. ومن بعد النص انا قلت لك هو هنايا دخل تقراه باللغه العربيه وبالاسبانيه وبالانجليزيه وباللغات اخرين والفرنسيه، دخل تقراه على خاطرك، وهذا الشيء اللي كاين اليوم. والله يسر لكم الامور ورحله سعيده للجميع.